الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلبي. اللي درتها أنا غادي ليها أنا أخرى ما تقدر. اللي درتها أنت غادي ليها أنا وتعال تعال عندك ولا عندك وتفوتك لي يا ودي الشحادة ها صندوق راه شيرة ما تقدر على والو والتسليم هو مريض غادي ورينا فوقنا فوقنا أها دابا اللي ضربوا حنا شاش كيديروا كيموت انا كنعتقو ماشي نضرب لي بزي زوار غايب راه عوج ما الا كنعتقو عندي الحطه كنقطع المودراع عمنا ضربوا شي واحد حنا شحنا لودنو كنقطع ليه عنقو ولكن باقي ما تشحش كنشحر والله بديت بريسيزيون شوف لا بيرسون اون فاس المهرجان الضحك العاشر انا على ما اظن كنت شاركت فيه شاركت في الدوره الثالثه او الرابعه فاللي كنشوف هو تحسن بزاف 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 على هذيك الدوره هذيك الدوره هذيك ولا دورات اخرى ما حضرتش ليها ولكن هذه سي رائع كان تنظيم وكان بزاف الحوايج كان اهتمام بالفنان وكان استقبال انت ما كتعرف السعادة بيني وبيني وبينك على احترام احترام انا كنحترم مالو الاحترام والطاعة يلا هزني اش كدير غنهزك وهزني فوق ظهرك انا عارفك كتبغي ديرنا بتنازل اولا كنشكر الناس المسؤولين على هذا المهرجان اللي غادي كل سنه كيتطور حنا كنشدوا على ايديهم بحراره وكنقولوا لهم انهم يستمروا في خلق الفرجه في خلق الفن الراقي في خلق مسرح وكوميديا ساخره جاده زعما الجمهور ديال جديده معروف الجمهور ديال جديده من الجمهور ديال الكويريه ديال الفنانه ديال الشعراء ديال الفنانه التشكيليين الفنانة مصلوح جميلة إلى الإخوان الساهرين على هذا المهرجان على مهرجان الضحك الدورة العاشرة في مدينة الجديدة بالنسبة للعرض المسرحي الباطوار المعروف أن هنا في مدينة الجديدة وجمهور الجديدة معروف عليه أنه جمهور ذواق جمهور حساس جمهور يعرف قيمة الفن والدليل على ذلك وخير دليل أنه أن التجاوب كان قوي 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 هذا الدماري قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم